خير، شو هالموضوع يلي خليتيني اترك ضيوفي مشانه واجي على بلا وشي؟ هلا بدك تحكي لي شو قصة شاهين؟ انا هلا بدي اعرف. شو بدي احكي لك؟ كل شيء بتعرفي؟ بس ما بعرف وينه. ولا تجيبي لي سيرة القبر امي، اقسم بالله هلا بنزل بمشي وبفتحكم قدام كل العالم. لك انت شو عم تخبصي؟ جنيتي؟ عدمتي عقلك؟ امي شاهين عايش، انا شفته بعيني. فيني أسألك سؤال؟ ما منا قدرة أخذ وقعتي معك. أنا ماني جاي شارعك، أنا بس بدي أسألك سؤال، وإذا بدك ما تجاوبيني بس فكري فيه كتير منيح. من لما خلقت بهالبيت لهاللحظة شي مرة سمعتيني عم قول شي برات مصلحتكم كلكم؟ يمي كل اللي عم تحكي مزبوط، أنا بعرف. ما بكفي تعرفي، بدك تتعلمي من هيدا الدرس وتجربي تسمعيني ولو مرة بحياتك. كرميل مين عم تبكي؟ كرميل ما تقولي اسمه، ما بدي أسمع اسمه بحياتي. لكن ليش قاعدي مقهورة وعم تبكي؟ لأني مضطرة أقلك أنا موافقة. أنا رح أتجوز سامي السعيد. خير؟ شو في؟ شو أمي شو قصة؟ ما بعرف، بس أنا ماني عم بفهم عليها شيء. شو في يا جماعة، بدكم تحكوا ولا لا؟ تارك الخلق تحت وجايبيني قاضي بيناتكم، شو في؟ إيه معلش، الموضوع أهم من ضيوفك وعزيمتهم. أها، معناته في مصيبة، شو صاير؟ ايه والله في مصيبة. شو بدك أكثر من إنكم دافنين شاهين وهو عايش؟ الهيبة كلها عم تبكي عليه وحضرتكم ساكتين. اللي بقى، في أبشع وأسى من هيك؟ شو أمي؟ شو هذا؟ ما بعرف. مالك شايف أختك كيف جنة وفنة؟ ضلت تهلوس فيه تهلوس فيه لحتى الله ورجاها انه عايش، وما لها عم تفهم انه الزلمه مات وشبح موت. عامل لك شفته بعيني. انت صوتي وربي لسانك بنرص لك اياه اذا بيعرف حسك على امك، فهمتي؟ ليش؟ تخاف العالم تسمعني؟ خايفين تنكشف لعبتكم؟ اكسكري لتمك، شو هالتخبيص هذا؟ تركها تحكي يلي بدها اياه، وانت يلا شرفي انزلي واحكي وخلي العالم يضحكوا عليكي وعلى جنانك. ليش يضحكوا علي؟ ليش؟ نسيانين انه ما حدا حضر دفنه ولا حدا صلى عليه؟ نسيانين انه ما حدا شافه بعينه لشاهين مات؟ اسمعي وكمنى، مين اكثر واحد واقف معك بحياتك؟ با؟ أنا خص نص بقصته لشاهي. أنا أكثر واحد مقدر وفهمان اللي أنت ما عرف فيه، لأني مثلك. لا وربي أنا موجوع أكثر منك. جبل أنا شفته بعيني، أنا ماني حاسة ولا عم بتخيل، هذا شاهين شفته وشافني. وقت اللي إجت عينه بعيني قام هرب، اللحظة كان بده يركض لعندي قام خاف. شاهين عايش بس هربان وخايف. أنا ماني جاي لحتى عاتبكم ولا بدي فوت بكل هالتفاصيل. يلي بيهمني من هذا الحكي شي واحد وبس، شاهين وينه؟ ليش عم تطلعوا ببعض؟ مشان الله أمي قليلي شاهين وينه؟ شاهين عم يتحاسب عند ربك، لهيك ادعي له الله يسامحه ويرحمه. الله يسامحك انتي.
موجود ليما؟ لحظة لحظة، مش موجود. مش موجود بمكتبه؟ بعد ما وصل. ما وصل؟ زيارته بالباركينج. والله ما بعرف. ما بيصير هيك. ست نور، ست نور، ست نور، لحظة، لوين رايحة؟ يا عمي ما بيصير هيك. ست نور، فيني أفهم شو عم بيصير؟ سوري ما قدرت أوقفها. ماري اطلبي لنا فنجان قهوة بليز. اوكي. بدك تروقي وتهدي لأنه هيك نحن ما رح نقدر نحكي. مين هالشرشوحة اللي حاطينها محلي؟ هيدي الشرشوحة اللي عم تحكي عنها إعلامية جديدة وعيب تحكي عنها بهالطريقة. عم بتدافع عنها كمان؟ لا مش عم دافع عن حدا، بس انت جاي لعندي موترة ومعصبة ومش ناوي تسمعيني. كيف بدك اني اسمعك وانت جاي وحدة محلي تعطيها بروجرامي؟ لكن شو جاي تعملي عندي؟ جاي اقول لك انت واحد جبان وانت بروفيشنال. لحظة، نور، سوري، إذا جاي تحكي هيك أنا ماني مستعد أسمع. شو على فكرك أنا ما بعرف شو عم بيصير من ورا ظهري؟ أو ما بعرف مين يلي جبرك تجيب وحدة محلي وتقعدها على نفس الكرسي. ما حدا بيجبرني على شيء، بعدين عشو مستغربة؟ هي جاية مثل ما جيتي أنت لعندي أول مرة وقعدتي على نفس الكرسي. أنا نور رحمي. نحن اللي عملناك يا نور رحمي. مين بيعرف؟ يمكن هي تكون مثلك وأحسن منك كمان. ما بصدق. لإلي هالحكي؟ بعد كل النجاحات يلي عملته للمحطة بتقلي لإلي هيك؟ بعد كل التعب والسهر والترندز وين راحوا هول؟ ما في شي راح. أنتو فالي بتمرقي على المحاسبة، في تشيك لإلك لنهاية خدمتك. Thank you. هيك لكان. بسيطة بسيطة. لا بالعكس، انت عملت اللي عليك. بعدين المصلحة العامة فوق كل شيء، وهي بتعرف منيح، والكونترا بمضي بإيدها. المهم هلا كيف لقيت الصبية جديدة؟ بدنا اياها تكسر الأرض. هيدي مسؤوليتك ها؟ بكل الأحوال صارت بدها قاعدة. بشوفك على قريب. مشكور مرة تانية. باي باي.
دموزيل لينا عندي بالمكتب؟ أكيد حظي اليوم عم بيضحك لي. بس ما كنت عم عطلك عن شيء. ولو يا بابا، هيدا مكتبك وبتيجي ساعة اللي بدك. بس نحن بدنا إياك أنت. نحن مش عايزين مكاتب ولا سيارات ولا كراسي. نحن بدنا إياك ترجع لنا مثل ما كنت. أمك حكيت معك؟ لا بابا، ما حكيتني ولا بدي مين يقول لي. نحن كلنا ملاحظين عليك آخر فترة. معك حق، بس الموضوع معقد شوي. إذا بعيت لوليد بس تيخبرك اليوم شو صار معي يمكن بتعذريني. بابا أنا ماني جاي أسألك عن شي ولا بدي أعرف شي. أنا جاي أقول لك إنه نحن بحاجة إلك. أنا وماجد وماما كلنا بحاجة إلك. أنا جيت لأقول لك إنه اشتقنا لك. حقك علي، حقكم كلكم علي. لو بكرت كنا كسبناك على الغدا. إن شاء الله بيتك عامل يا أختي والفرح دايم ويهنيك بسلامة الأولاد. الله يسلمك ولا يدوع لحدا يلي دقته. غيمي لك أختي غيمي. المهم هلا ما تطلع علي ورا، سكري صفحة وفتحي صفحة جديدة. هي خال؟ ايه بلا. شو خال مالك على بعضك؟ لا والله نتوف التعب بس. ايش شد اللي عزمك شوي؟ ايه شو بكون يا جماعة؟ ليش ما نكون على بعضكم؟ ليش بإيدنا؟ الحمد لله منقوم من طابوسة منوقع بطابوسة. لك ما صدقنا امتى رجعنا. قاموا لي على قلبي عليه ولي على قلبي عليه، من وصلته دري بحريق المستودع. بسيطة لك اختي بسيطة، هن كم غرض؟ ما في شيء ما بتعوض. يعني كنت بتعرف؟ خال يعني ما في شيء بيتخبى. بعدين كمان جماعتك ما قصروا. شوف خال، أنا فهمان على صاحبك كتير منيح. بعمره زيدان ما كان صاحبي. اللي هو أنا من وقت قصة تنفيذة المستشفى نأزت وحسبت هيك حساب. شو خص هي بهي؟ بعدين ليش لحتى ينفذك من الدولة بعدين يحرق لك المستودع؟ لأنه بين تنفيذة الدولة وحرق المستودع في قصة أنت بتعرفها كتير منيح. العينتين مفكر إنه اشتراني، باعت لي سيارة حاشية أغراض على كيفه بده يمررها من أرضي وبغيابي. رجعنا لنفس السيرة؟ ما هيك؟ شي بملل السيرة والله. إيه وربي داخلي من السيرة مثلك وأكتر. طولوا بالكم طولوا بالكم. شبنا وإنت أخي عندك علم بهالقصة؟ لك أختي، في حدا ما عرف بمشاكل ابنك مع زيدان؟ وما ضل حدا ما عرف إنه إيدك بإيد غطاس. شو دخله هذا التاني؟ غطاس إيده اليمين لزيدان، وهدول الاثنين هن أساس البلا علينا وعلى الهيبة كلها. شوف خال، أنت معنت وأنا بدي مشي مصالحي. أنا ما دخلني بالمشاكل اللي بينك وبينهم. لا يا جمال لا، إذا بابن أختك ما دخلك لكان بمين دخلك؟ لك أختي لسه أكبر من هيك بكتير بكتير، وابنك بيعرف شو عم بحكي. شو ما كانت مشاكلكم ما بصير تحكي هيك. بس أنت طول عمرك مزاريبك لبرا. لك أختي ابنك بده يجوعكم ويجوعنا. خس الجوع. بس أنت كمان بدك تبلعنا إبرة وتبزقنا مسلة. على كل حال شغلك أنت قادرة فيك، أنا ممنون عليك فيه، وتركني أنا أدبر شغلي. شايف ابنك كيف عم يحكي معي يا أم الأصول؟ إذا كنت مفكر حالك قاعد بطرح أبوك وبحق لك تحكي معي هذا الحكي، أنا رح أقول لك أنا خالك وبكسر راسك. أنت بتمون على الرقبة. بس دخيل عينك،
قل له ليلي ماله صاحبك. قصة المستودع رح نيمها وهيك منكم خالصين. بس إذا في لعبة تانية وربي رح بكشه للملك. يا خي محل ما بدك تسوق سوق، أنا مني وعلي مستحيل أطلع معك. لا يا طيب، أبي شرفي بكرة بدي خمس سيارة بنص ساحة الهيبة قدام كل الخل. كل عمره صخر شوفير مر، ما بينخاف على مغمض ولا مفتح. عادي أعطي سيارتك يجرب فيها لك. سيارتي لا. ضحكونا معكم. والله يا معلم، خيك وابني عم بيشتغلوا بهالختيار. لا يا ابو علي، شيخ الشباب انت. صخر عم يتسلى فينا كلنا. لا طيب يا جماعه، راح وقت التسلاية واجا وقت الجد، الناس ناطرتنا. يلا خيي خلصنا بشرفي، يبست اجنابي من القعده بالبيت، خلينا نطلع على الشغل بقى. من بكره ان الله راد رح ننزل على المستودع ونبلش الشغل. على المستودع بس. بس شو؟ بدنا نتركه هيك ونقعد نتصفن؟ بدنا نرجع الشغل مثل ما كان واحسن. في برقبتي ناس وهذا برقبتكم كمان، والناس هي بدها تاكل. روح الله يعزك ويديمك يا معلم. شو عم بتقولي؟ بدك تجوزي بنتي بنت غازي شيخ الجبل لابن سليمان السعيد؟ ايه وشو فيه؟ ليش مستغرب؟ هنا خلص جنيتي؟ موتة ابنك طلعت عقلك من نافوخك؟ ولك طالع عبالي اكل الشبك بسنيني واطلع وقف التخبيس اللي عم بيصير برا. يا ريت انت اطلع وما بدي شيء من هالدنيا كلها، بس المصيبة انك جوي وفي الله بيعرف انت رح تطلع وتشيلني. لا تزيديها علي. انت هونهي وما تزيد على حالك وعليني. انا عجنته للصبي وخبسته وصار بايدي مثل العجينه ومستعد يعمل كل شيء كرمالني، وعفوقه طاير عقله بالبيت.
شو هالقد عم بيشوفها ويقعدوا مع بعض؟ غازي شو قلت؟ الصبي ناطر برا، دبرني خليني اندهله لنقرا الفاتحة. هون شو ماما؟ كمان اليوم ما راح يتروق معنا؟ معقول ما تصبح بهالوجوه الحلوة؟ لك يسعد صباحك يا أحلى بي بالدنيا. بتعرف لو اليوم كمان ما تروقت معنا؟ إيه شو كنت عملت؟ ولا شيء، كنا تروقنا لحالنا. مالتو ليه؟ كيف الدرس؟ كله تمام؟ شهدوا عطليبة البنت يا شباب. ألف مبروك يا معلم. السلام عليكم. السلام. يا مرحب بالزلم، يا مرحب. ارتاح بقدر. الحمد لله على السلامة. ألف مبروك يا ابني. نورت الهيبة برجعتكم. وطمنت القلوب لأيامتك بالسلامة يا صخر. الحمد لله. على عيني يا ابو احمد. يا حبيبي نحن تاخرنا بالزياره لحتى تهدوا وترتاحوا من هالدعك. اي والله يا مختار، بس شو الواحد بده يقول؟ ارميه على الله، استفادات ربك رحمه. لك يا ابني الله قدر ولطف، يعني تنذكر وما تنعاد. المهم هلا انه رجعت لبيتك وعزوتك. هذا كله فضل الله وفضل هالمحروس. عزبناك معنا ابو كيسة. يا عيب الشوم منك، افضلك سابقه. المهم يا جماعه، خطوتكم عزيزه، وانا هيك هيك كان بدي هالجمعه لحتى احكي معكم كلمتين. لك يا جبي ارتاح شوي، ما حلك بعد. معلش يا ابو عيسى، صارت وصارت، خلينا نكسب وقت. يا ابني نحن كلنا معك باللي بتقوله، قول. يا جماعه الخير، انتوا عمركم ما خيبتوا الظن، وانا وربي مآخذ حالي عنكم، بس الله من فوق بيعرف شو اللي صار فينا، وانتوا بتعرفوا ابن سلطان منيح. على اي حال، هذا الكلام امبارح، نحن اولاد اليوم. انا بعرف الشغل صار له واقف فتره، ما بيسوى يتاخر اكثر من هيك. وانا بقول لكم كلمه، أرض سلطان شيخ الجبل أرضكم أنتو، الشقفة تبع بيت عمي يصطفلوا فيها، نحن بفضل الله حصتنا كبيرة وبتبلع الشغل كله، ما تهكلوا للهم. وبإذن الله من بكرة الشغل رح يرجع وأحسن ما كان قبل. وبقلكن يا كلمة،
يلي تضرر من تحت راسي يا تاريخ سجل حقه محفوظ بيجي بياخده من هالرقبة. نحن هون سهرانين ما بنعرفه للنوم لحتى نرجع حق كل واحد فيكم. لك الله يديمك يا جبل. الله يرحمك. طول عمرك. طول عمرك. طول عمرك. مرحبا. يا هلا ست نور. عندي موعد مع استاذ روجي. اكيد هو ناطرك، تفضلي. شكرا. اهلا 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 وسهلا. كيفك استاذ روجي؟ بشكر الله. تفضلي. خبريني شو اخباري؟ كيف ماشي الدنيا معي؟ ما بعرف اذا عندك خبر باللي صار معي بالتلفزيون. سمعت شوي ثلاث لقطات صارت بخصوص البروجرام تبعك. بخصوص كل شيء. لهيك انا تركتهم ومشيت. اوف، كيف صار هيك؟ قصة طويلة. المهم هلا انا قصدتك بخدمة. إذا بقدر من عيني هي قبل هي. أنا حابة نشتغل مع بعض. وطول من خلال شاشتك ببرنامج جديد. مرحبا. فوت. عادي. لا معلش، ما رح أخذ من وقتك. هنن كلمتين بدي احكيهم وامشي. قوليهم على القعد. هي اول مره بنلتقي، بس انا سمعاني عنك كثير. من شاهين؟ اكيد لا. لا، من اخي صخر. صخر. لما تزوجت حكالي كيف تعرفتي على شاهين وكيف وقفتي جنبه لحتى يقدر يطلع من اللي هو فيه. ايه ما طلع ولا حيطلع. شو قصدك؟ شاهين عايش، من قتل. ايه عايش وبيحبك كمان، لهيك لازم تكوني حده بهالوقت. شاهين عايش؟ شاهين عايش ما؟ شاهين عايش؟ مظبوط شاهين عايش. هيدا كل يلي عندي. شو رأيك؟ ما بعرف شو بدي قلك بصراحة. ما في اثنين بيختلفوا على انك مكسب لأي محطة او منبر اعلامي، بس اذا بخصوص المصاري ما تعطي الهم. لا 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 ابدا، مش هيدي المشكلة. لكن شو المشكلة؟ بتمنى تكون صريح معي. بالحقيقة ما عم بقدر لاقي سبب مقنع ليتخلوا عنك بهالطريقة. عفوا، أنا ما عم شكك لا فيكي ولا بكلامك، بس عدم المؤاخذة مش غريب إنه ما يعملوا حساب لحدا. حدا مثل مين؟ أنت فاهمة قصدي مني يا ست نور. كمل. ما تزعلي مني، أنا مش مستعد أفتح جبهة مع حدا بمركز السيد ثروت. بس هو ما خصه. وانا ما خصني بكل هالخبري. استاذ روجي، انت مع مين قاعد؟ مع مين عم تتفق؟ انا نور رحمي. تشرفنا، بس بتمنى منك تقدري موقفي. إذا بقدم لك عرض تاني. تفضلي قولي. إذا هلقد خايف، أنا مستعدة أعطيك ضمان يحميك منه. وبنفس الوقت فكرة مهمة لأول حلقة بالبرنامج. كيف يعني؟
يعني فضيحة مع الأدلة لأستاذ ثروت مباشرة على الهواء قدام كل الناس. عندي ملفات بدينه وبتحوله للقضاء وبتخلي سمعته بالأرض. وحضرتي ملفك من بيناته؟ لإلي هالحكي؟ أنت طلبتي مني إني أكون صريح معي. أنت واحد قبل ما تغلطي لازم تعرفي إنه هيدا مش بس كلام. وين ما حتروحي وأي بيت حتدقيه حتسمعي نفس الحكي. خذي اشربي معي. تسلم. كنت متأكدة إني شفته. بس هنن بدهم يكذبوني. بدهم يجننوني. بس أنا شفته. شفته. يا منى روقي شو باكي؟ هذا بدها بتنبسطي إنه عايش؟ إيه معك حق. طالما شاهين بخير أنا ما عاد يهمني شيء. غلطانة. أنت هلأ بلش دورك. منى طلعي فيني هون. أنا ما في بيني وبين شاهين أي شيء. خلي قلبك يبرد من هالناحية. كل القصة إنه أجا لعندي لحتى ساعده بالوقت اللي ما كان في حدا واقف حده فيه. بس من أول نهار تعرفت عليه لآخر نهار شاهين ما حب ولا حيحب مرقد محبك. لهيك ما لازم تتركيه، هو بحاجة لإلك هلأ. هو قال لك؟ ليش هو عنده يصير غيرك؟ لآخر لحظة وأنت حسرة بقلبه. لهيك لازم تلحقيه وإلا حتخسريه. كيف فيني؟ ولا تهتم، بإذن الله بكره كل شيء رح يرجع مثل قبله أحسن. بشرفي لو أعرف مين لأكله أكل بسناني. مبينة يا أخي مبينة. زيدان. زيدان وجماعته حطونا برأسهم. وأنا اللي بدي كسره لهالرأس. أنا الحق علي. كان لازم أحسب حساب. لا أنت عملت اللي عليك. بس القصة أكبر من هيك وما فيك عليها لحالة. أنا اللي طولت الغيبة، واللي ما بيحضر ولادة عنزته بتخلف له كلب. كيف ما بده يقابلني؟ أنت لا متفاجئ، زيدان وبتعرفه. ولا شو خصني؟ شو اللي تغير؟ كتير شغلات، ابن أختك فاتورته كتير كبرت. أنا اللي لازم أدفعها؟ أنت عملت اللي عليك والشغلة صارت أكبر منك. بفهم من كلامك إنكم استغنيتوا عن خدماتي؟ ما حدا قال هيك. فيك تعتبرها إجازة لبينما نلاقي الحل لنقل على الدرس. بدكم تقتلوا؟ لو بدنا نقتلوا كنا عملناها من زمان. نحن بس بدنا نزيحه من طارينا تنمشي شغلنا. ليك ابن أختي وبعرفه الولد معند، هالمرة ما عم يمزح. لكن بلش شغل الجد، واللي ما قدر يعمله الخال بيعمله العم.